فعل لا بيك أولا إلا الله خلق ملائكته بأيديها أقلام البيت ذهب وكراتيس من فضة لا يكتبون شيء إلا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والترمذي. فهو خاتم البيع. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن الناضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مدير ابن معيد ابن عدلان صلى الله عليه وسلم وعدلان من ذرية اسماعيل ابن ابراهيم عليه السلام. ثانيا امه امينة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. وكلاب هو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه، فأبوه وأمه من أصل واحد يجمعان في كلاب واسمه حكيم وقيل عروة، وهو كان كثير الصيد بالكلاب فعرف بها. ثالثا أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة وهم 1 القاسم 2 زينب 3 رقية 4 أم كلثوم 5 فاطمة 6 عبد الله. رابعا أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم من البارية القبطية وهي مصرية، وهو والد واحد واسمه إبراهيم، وقد مات البنون كلهما صغارا، أما البنات فقد أدركت كلهن زمن النبوة فاسلمن وهاجرن ثم توفهن الموت قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها فإنها عاشت 6 أشهر وهي أول اللاحقين بها. والله أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سورة الأحزاب الآية 56. صدق الله العظيم.